المملكة المغربية، فؤاد علي الهمة، قصة رجل وطني يضحي بإخلاص ونكران ذات، فتربص به الأعداء وتربصوا بالوطن. إدارة مواقع المملكة المغربية، الرباط، في 6 نوفمبر 2016 ميلادية. ابن الشعب، ابن منطقة الرحمنة، هذا الرجل البسيط المتواضع، فؤاد علي الهمة، الذي شاءت الأقدار أن يدرس مع الملك محمد السادس في المدرسة المولوية حينما كان وليا للعهد، حيث أن الأسرة الملكية الكريمة كانت تحب أن يتربى أبناؤها إلى جانب أبناء الشعب لا فرق. درس فؤاد مع الملك واستطاع أن يفرض نفسه بتفوقه ودراسته، فنال إعجاب الملك الحسن الثاني قدس الله روحه، كما نال بعد ذلك ثقة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عن جدارة واستحقاق. وهنا أحب أن أحيط الشعب المغربي بمعلومات مهمة. إن الملك هو رئيس دولة، وبالتالي فإن اختياره لمساعديه لا يكون اعتباطيا أو عاطفيا، فهذه دولة وليست ضيعة فلاحية حتى يخضع التعيين فيها للصداقة والمحاباة. لذلك فالملك يختار مساعديه عن علم وخبرة وحنكة ودراية، ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وقد أثبتت الأيام أن فؤاد كان عن جدارة واستحقاق، رجل المرحلة بامتياز، فحينما أسس حركة لكل الديمقراطيين أبان أنه يستطيع بخبرته وشعبيته أن يوحد حوله صفوف نخبة المجتمع من سياسيين ومفكرين ومثقفين، بل وحتى معارضين، أناس خبروا السجون والنضال والمعتقلات لا يشترون بمال، لكن حنكة فؤاد عالي الهمة جعلتهم يقتنعون بمشروعه الكبير، ألا وهو إشراك نخبة من خيرة أبناء الوطن، من خيرة أبناء الوطن في تدبير الشأن العام. وحينما احتاج القصر إلى خبرته وحنكته وقدرته على تصريف وتدبير الأزمات، تم استدعاؤه ليكون مستشارا لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عن جدارة واستحقاق. هذا هو فؤاد عالي الهمة، لم يعين كما يحلو لخصومه أن يشيعوا لأنه صديق الملك، بل عين مستشارا لخبرته وحنكته وقدرته. وهذا هو محمد السادس ملك المغرب، يختار الرجل المناسب في المكان المناسب، وليس عن طريق الصداقة والمجاملة. إدارة مواقع المملكة المغربية، خديم الأعتاب الشريفة، إمضاء الشريف مولاي عبد الله بوسكراوي. قرأ هذه الرسالة محمد الزيدي، مدير جريدة تانجرين نيوز.